فير بلاي نحكيو عن نادي صفاقسي، اكيد اخر تطورات في الفريق. برشا يقولون شبيكم كل يوم تحكيو على السي اس اس، اكيد الاوضاع والتطورات في السي اس اس هي اللي تفرض نفسها تقريبا يوميا، فما احداث في السي اس اس. على ذلك حبينا ناخذوا اخر التطورات من عند زميلنا ومراسلنا في صفاقس فاضل بوجناح. فاضل اهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا بالساده المستمعين. مرحبا بك فاضل. دونك نبداو من جديد، تقريبا اليوم كان هبط بلاغ على الصفحة الرسمية للسي اس اس بإلغاء أو تأجيل انطلاق موعد عودة التمارين. السؤال المطروح لهنا فاضل، شنو هي علاقة تأجيل التمارين بالإضراب اللي عملوه البارح من اللاعبية ورفضوا العودة للتمارين؟ سلام، بون الناس كل تعرف انه امس معناها كان بريفيو نادي الرياضي الصفاقسي يرجع للتمارين. اللاعبين كانت حولوا المقر النادي المركب، لكن اعلموا معناها الموجودين خاصه المدير الرياضي الجديد غازي الغرايري انهم مش باش يتدربوا، وسببوا عدم الحصول معناها على مستحقاتهم الماليه. واللاعبين قالوا احنا بالنسبه لنا عندنا مستحقات متخلده معناها منذ فتره طويله في معناها بذمه الفريق ما خلصناش فيها، دونك معناها عبروا على رفضهم الخوض الحصه التدريبيه اللي كانت بريفيو مبرمجه امس. هذا السبب اللي خلى معناها الاداره الفنيه للفريق تاجل العوده نتاع اللاعبين معناها للتمارين. ونجم نقولوا هذا السبب معناها يمكن من الاسباب من ضمن الاسباب اللي جابت معناها اللي ادت للقرار هذا. السبب الاخر نجمه معناها مصيب اسلام يستناو معناها تقرير في وصول المدرب الجديد، معناها وقت اللي يجي المدرب الجديد للفريق هو اللي باش يشرف معناها بيدو على التحضيرات. ومن من الاسباب الاخرى زادة معناها اللي يمكن الحديث على كون الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم مش باش ترجع توا، معناها تقريبا معناها من تحصيل الحاصل انها باش تكون العوده نتاع النشاط الكروي في تونس في شهر سبتمبر تقريبا، يمكن كان مش اكتوبر النصف الثاني من تحصيل الحاصل في شهر سبتمبر باش يرجع فيه النشاط الكروي في تونس كما قلت انت اذا كان مش اكتوبر. دونك الاداره الفنيه شافت انه معناها الفريق مازال عنده الوقت، دونك تستنى لين الهيئه المديره يمكن تلمد شويه فلوس باش تخلص شويه من اللاعبيه، ومن شيره اخرى يقع التعاقد مع المدرب الجديد. والحاجه الثالثه انه الانطلاقه نتاع البطوله معناها مستحيل باش تكون يوم 22 اوت، وقع تاخيرها يمكن بشهر ولا نجم تفوت حتى شهر. دونك هذا الشيء اللي خلى الاداره الفنيه تقوم بالاجراء هذا، ولو انه اللاعبيه معناها الاضراب نتاع النادي الصفاقسي، هذه اللاعبيه نتاع النادي الصفاقسي ماشي المره الاولى، نعرفوا انه النادي الصفاقسي ماهوش حكر عليه الاضراب هذا. تقريبا جميع الانديه في تونس اللاعبيه نتاعها قاموا معناها بشكاوي ولا حتى اضربوا على التمارين، الانديه الكبرى ولا حتى الانديه معناها الصغرى بين قوسين اسلام. دونك النادي الصفاقسي فاضل معزل. شنو صار البارح في الحصه التدريبيه بالضبط؟ تحولوا اللاعبين وكان موجود الاطار الفني وقاع تعيينه باش يدرب اللاعبيه، تحولوا اللاعبيه للمركب. كان موجود المدير الفني جديد ومعناه المشرف على فرع كره قدم غازي الغرايري، وكان موجودين زاد الاطار الفني هذا وقاع تعيينه هيكل قمامديه كريم النفطي، ومعهم مدرب النخبه سليم الشريف، ومعهم المعد البدني امين بوزيد، كانوا متواجدين معناها. وكانت النيه تتجاه انه ينطلق الفريق في التمارين نتاعو، لكن بعد الاضراب وقع اتخاذ القرار اللي حكينا عليه اسلام. كان فما مسؤولين ولا لا؟ نعم اسلام، كان فما مسؤولين ولا ما كانش موجود؟ هذوما اللي سمعنا بهم اسلام موجودين، هذوما ناكد لهم لك الوجود نتاعهم، خاصه السيد غازي الغرايري. نعرفوا انه غازي الغرايري هو المعناه تقريبا المشرف توا على فريق القدم بالفريق. اي ما عندك في الشابه هو المشرف عليه. عندك تفاصيل شنو تحكي باللاعبيه مثلا انه غازي الغرايري؟ هذا هو معناها معناها الحديث الكل تقريبا متوحور حول معناها المستحقات الماديه. اللاعبيه قالوا عنا برشا ما خلصناش، كان ثم وعود قبل حتى النهائي نتاع الكاس، ونتذكروا مليح انه معناها اثناء تحول فريق الجربه كان ثم اشكاليه صغيره، لكن وقع تطويقها في الوقت هذاك من طرف رئيس فرع وقتها سيد معز المستيري، ومعناها تحولوا اللاعبيه للنزل في جربه. معناها كما قلت لك معناها المؤشرات نتاعها كانت سابقه مش من توا الاضراب هذايا. اللاعبيه عبروا على معناها على الاستياء نتاعهم، قالوا عنا فتره طويله ما خلصناش، نحبوا نخلصوا الفلوس ونرجعوا نتراو ما فما حتى مشكل. دونك لهنا المدير الفني وقعدهم معناها باش ينسق بينهم وبين الهيئه المديره الفريق،
باش تمكنهم من بعض المستحقات المالية متاعهم. في انتظار الإعلان الرسمي على موعد العودة، كما قلت لك مرتبط بالتوخير متاع البطولة، مرتبط الموعد هذا زاد بالتعاقد مع مدرب جديد، وكذلك مرتبط بتحرك الهيئة المديرة لتوفير بعض الأموال باش يصرفوها للملاعبية. اسلام الملاعبية الكل كانوا رافضين التدريبات، فما ما عرفش الهمامي كان موجود معاهم ولا الملاعبية، خاطر فما الكلام يقول كان تقريبا شادي هو اللي حصل الملاعبية باش يرجعوا يترانيو. المعلومات شوف اسلام، برشا عباد نعرفوا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يحبوا معناها كل واحد ويحكي في النسخه نتاعو، لكن معناها ثم بعض المقربين من معناها من الملاعبيه يقولوا انه شادي ولا غيره، ثم عباد يقولوا لا الملاعبيه الكل كانوا على صوت واحد. دونك تقريب معناها اللي صار حكيناه اون جينيرال، معناها اللي الملاعبيه تقريب الكل كانوا معناها رافضين للتدرب امس، وقالوا حتى لينا يقع صرف بعض الاموال اسلام. فاضي ونوصل لموضوع المدرب، تقريبا كل يوم نسمعوا اسم جديد. بون المدرب ولا كي مسلسل مكسيكي اسلام. بون الاتصالات الاوليه كانت شبه نهائيه مع المدرب ارسوف المدرب الصربي، نعرفه حكينا عليه حتى في اكسبريس افام برشا. المدرب هذا كان ثم تقريب معناها اجماع على المدرب هذا، وكان ثم حتى شبه اتفاق بينه وبين الهيئه المديره، لكن في اخر لحظه ثم بعض الظروف العائليه الطارئه معناها هي اللي خلات المدرب هذا يمكث في صربيا. ولكن زاد حكينا على انه عنده عرض مغري معناها من الخليج، وخاصة ومعناها بالتحديد من المملكة العربية السعودية اسلام. دونك هيك علاش معناها العرض هذا ما ينجمش يقاومه، والاكثريه هو باش يخوض التجربه هذه في السعوديه. بون نادي الساق في لايك ارتي البيست نتاعو هذايا ارسوف دخل مدرب شبيب الاقبال الجزائري، كان ثم زاد تقريبا معناها تقارب وجهات النظر في الراتب الشهري الاجره الشهريه نتاعو، لكن بعد خوضه المباراه النهائيه امام فريق الرجاء البيضاوي، نعرفوا الناس كلها انه الكوطه تطلع في معناها في وقت اللي يجي فينال كي هكا. دونك تقريبا صار بيستي كارتي زاد دينيس لافاني. الاتصالات الجديده نجم ناكد لك ان واحد من السنين هذوما حب معناها بالاتصالات اللي قمنا بهم، ثم واحد مدرب ايطالي ومدرب برتغالي البرتغالي برتغالي، واحد منهم هذوما معناها تاخذ تقريبا هما الزوز اللي معناها تحت الطاوله نتاع الدرس عند الاداره الفنيه نتاع النادي الساقسي. بالنسبه للمدرب الايطالي معناها اشتغل حتى في القاره الافريقيه، وبالتحديد درب في جنوب افريقيا ويعرف اجواء الكره الافريقيه. البرتغالي كيف كيف معناها مدرب عنده التجربه وعنده الخبره اللازمه. دونك كان يقول لك تو حاليا القرار منحصر بين واحد من هذم الزوز الاشراف على الفريق في الفتره الجايه. فما شكون باش يوصل لتونس؟ بريفي الايطالي هو اللي باش يجي لتونس، ينجم يكون غدوه بعد غدوه معناها تقريب، حتى الاداره الفنيه تحدثت معاه والفريق معناها ربط قنوات الاتصال الجديه معاه، ومعناها قالوا له يجي هو معناها للساقس، وتولي معناها الامور هكاك رسميه اذا كان ثم معناها تقارب في وجهات النظر، واذا كان جاء المدرب هذا باش يكون معاه مساعد ايطالي معاه. السرب بالنسبه للسربي علاش تمش الاتفاق معاه بخلاف انه امضى في فريق خليجي؟ فلوس ولا شنو بالضبط؟ قلت لك اسلام من الاسباب نتاعو هو حتى وقت اللي خرج من اهلي بنغازي الليبي كانت الوجهه نتاعو نادي الساقسي، لكن التعكر معناها الفجاه نتاع الحاله الصحيه نتاع الزوجه نتاعو خلاه يتحول لصربيا، وبعد تالي دخل فريق اخر وقت اللي معناها من الخليج عرفوا اللي هو معناها ما عادش مع فريق اهلي بنغازي الليبي. دونك لهنا السوق هذايا مربوطه بالعرض والطلب، تعرف اسلام معناها تقريبا نادي الساقسي ما ينجمش يواجه الانديه الخليجيه من ناحيه العروض، نعرفوا انه غادي برشا فلوس يخلص المدرب. دونك سي بور سلا معناها تحولت الوجهه نتاعو يمكن من الرابطه المحترفه في تونس للدوري السعودي اسلام. موضوع التجديد مازال ما فماش جديد فاضل، خاصه امبارح كما قلت لك شاهد الهمامي كان موجود في التمرين رغم نهايه عقد، معناها ما خرجش حتى كلام على نهايه العلاقه معاه. بالنسبه للتجديد اسلام تقريبا زوز ملاعبيه هما تحت الطاوله نتاع معناها نتاع الفريق معناها باش يتحدثوا معاهم في التجديد، اللي هما المدافع الدولي علاء الدين غرام والحارس محمد الهادي قالول، هذوما معناها زوز ملاعبيه من جمله الملاعبيه اللي كانوا معناها فاند كونترا اللي باش يقع التجديد نتاعهم اسلام. لكن موضوع اخر مرتبط بالرصيد البشري هو الانتدابات، كنا تحدثنا مع بعض الاطراف في الفريق قالوا انه الانتدابات عندهم اسماء معينه، الاسماء هذه فيها شكون تونسي وفيها شكون من برا، فما حتى شكون من شمال افريقيا وثم شكون من معناها من القاره السمراء.
الملاعبيه هذوما ما يحبش يعمل معهم انجاجمون تو الناني الثافي الا ما يعمل معناها الا ما يخلي المدرب هو اللي ياخذ القرار، المدرب اللي باش ياخذ الفريق في الفتره الجايه. والمدرب هذايا حسب سمعنا انه ماهوش باش معناها ماكسيموم من هنا لبعد العيد يقع رسميا الاعلان على الهويه نتاعو. سلام واضح، هذيك صحة، شكرا لك فاضل على كل هذه التفاصيل اللي جبنا بها بخصوص جديد في النادي الصفاقسي. على كل كما قلت برشا في الكومنتير يقولون علاش كل يوم تحكيوا على السي اس اس، اكيد جديد ديما موجود في السي اس اس الفترة هذه، الفريق مش واضحة وين ماشي الامور، خاصة بعد ما تم اعلان عودة التمارين ثم تم الغائها، كل يوم فما جديد في السي اس اس، دونك اوبليجي باش نحكيوا على السي اس اس. دونك موزيكا بعد شوية باش نحكيوا مع جمال الإمام، نحكيوا مع الاجتماع اللي جمعوا البارح صحبة مجموعة من قدماء الملعب التونسي مع رئيس أو مع المرشح لرئاسة الملعب التونسي، شنو صار في الاجتماع هذا، أكثر تفاصيل بعد شوية مع جمال الإمام. أيضا باش نحكيوا على هلال الشابة، آخر مسجلات القضايا في الفريق، بعض الأحكام قرارات هبط على هلال الشابة، باش ناخذ التفاصيل بعد شويه من عند الكاتب العام محمد ابراهيم. كيما باش نحكيو ايضا على قضيه تدقيق المال اللي فاز بها الشابه ضد الجامعه التونسيه لكره القدم. موسيقى ثم راجعين.